مساء بكم، هذا أخوكم مارتي، ألقاكم حلقة جديدة من Gunship Strike. لعبنا ليفل 3-4، راح نلعب ليفل 5 إن شاء الله. هنا بدي ندوس زمار. طبعا الريورد أول كلمة شايفينها على اليسار هي جائزة، راح أدوس عليها شوف أكو جائزة ولا لا. We'll tap to claim your rewards. دوس حتى تطالب بالجائزة مالتك. طيب daily free lottery only for online، يعني يقول جائزة يومية وهي بس إذا كنت متصل بالإنترنت. ف اخذ منه راح يفتر ويوقف، وقف على 5020 جوارة. طيب اخذت 20 جوارة. وجائزة يومية طبعا باكر هم نعيد الكرة ناخذها. الان باك شوية ما اعطانا، يعني ليش يبيني اصرفها؟ يبيني اصرفها على شو اسمه بعدين نشوفها هاي ان شاء الله. المهم روح البتل، أوعدكم بعدين أرجع لها وأشوفها. الآن ليفل 5 بس لودينج. وهذه جبهة جديدة ومرحلة جديدة إن شاء الله. هنشوف الأهداف. هذا هدف طبعا متحامي علينا، لو أخفى عنه بعيد شوي لأنه هدف راح يدمر هذا. احاول اتجنب الصواريخ اللي تجي من الاهداف. الان اروح للاهداف. اهداف شايفين الدائرة الخضراء أمامي، الأهداف كلها بالدائرة الخضراء، ما يحتاج أدور عليها. هذا هدف تحرك. طبعا الأهداف الثابتة سهلة بس الهدف المتحرك مصيبة. شوف صاروخ كان موجه جاني فاديته. حاول اظل بعيد شوي عنه.
عشان اتفادى الاهداف ابقى بعيد شوية. طيب اكو هدف حقيقة ورا يسار وجاي يرمي علي، هذا هدف بحري ارضي، خلاص هذا الهدف هدف بحري. راح اطق الصواريخ، ودمرته. اكو هدف ثاني الان، الهدف الثاني دبابة، قلت لكم الأهداف المتحركة يعني صعبة شوية، مو مثل الهدف الثابت. أحاول أقدم عليهم بس ما أقدم وايد حتى يصير عندي مجال أهرب من صواريخهم. دمرت واحد، ودمرت الثاني. أنا أكو أهداف بالأمام بعد، هذا هدف، راح نروح شايفين الصواريخ. ايضا هذا هدف ثاني هنا، فراح اخذ مناورة احسن. راح اروح والف عليهم حتى اواجه، يعني كل هدف بوحده ما يصيرون هدفين عليه. شايفين مرة البرج، اكو هدف ثاني ما شايفه انا، واخذ مناورة اشوفه، برجع شوية. اكو هذا البرج، اتقدم واخذ هذا اللي الخضر، هذا الامو، الامو المعروفة الدرع، عفوا العتاد،
راح أهجم عليهم. يا هدف علي ذاك، الان دمروا، فاخذ العتاد حتى لا يخلص العتاد مالي، واكو هدف حقيقة منها بعدها جاي يرمي علي، راح اخذ مناورة وارجع اشوف وين الهدف هذا. هاي دبابة، راحت واطلب دم. طبعا قال لي يطلب دم، طلب الدم، هذه الدبابة قوية فعلا قوية يعني. وبعدها ما ماتت، فاخذ مناورة 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 سريعة وارجع لها. صار ورا، طيب هذه مرة شوية، الآن ماتت. بقى وحداف اثنين حقيقة، شايفين هم نقطتين حمر بالخضرة. قلت لكم أخذنا نجمتين من ثلاثة. مش ريوردز 3000، ديستروي ريوردز 665، نجمتين اخذنا التوتل. حلو، ها حبيبي حبايبي، كانت الليفل 5 من لعبة جان شيب سترايك، واتمنى اللي ياخذ 3 نجوم يبلغني او يراسلني على القناة ويقول لي انا اخذت 3 نجوم. اتمنى اللعبة حازت اعجابكم حبايبي. هذا اخوكم ماجد، القاكم على خير وصحة وعافية.